ننتقل لمحطتنا الثانية، محطة محببة عند الجميع. صحيح. نحن يمكن عم نودع عام ونستقبل عام، ودائما بنحكي عن الطاقة قديش مهمة. بالآونة الأخيرة عم نسمع كثير الناس ما كان كثير نوعا ما تقرا عنا أو تآمن فيها، اليوم لا، في اتجاه واضح حول قديش علم الطاقة هو علم مهم، والطاقة قديش نوعا ما بتأثر على حياتنا. صحيح. نحن دائما لما هيك نودع سنة ونستقبل سنة جديدة بنحاول إنه نتفائل إنه الشغلات اللي ما قدرنا نحققها السنة الماضية نقدر نحققها هلا. لهيك رح نحكي أكثر عن الطاقة وقديش مهم الإنسان يكون يحفز طاقته لحتى يستقبل العام الجديد. كل هاي الأمور بيسعدنا يكون معنا المدرب الدولي بعلم الطاقة سمير هادي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم، يسعد صباحكم وصباح متابعي الإخبارية السورية. يسعد صباحك. لما نقول طاقة أساسا هي علم بحد ذاته، عم نشوف بالآونة الأخيرة في توجه كثير كبير نحو هيدا العلم. قديش فعليا إذا بدنا نعرف الطاقة شو هي وقديش بتأثر اليوم على حياتنا قبل ما نفصل أكثر؟ تمام. هلا بالنسبة لعلم الطاقة هي مو فقط علم، بل هي من أقدم العلوم على وجه صحيح. الأرض صحيح. يعني هن من أول أوائل الناس اللي اشتغلوا بعلم الطاقة هن الفراعنة والرومان والإغريق، فهي من أقدم العلوم. لكن على مر الزمن جرى بعض التطوير والتحديث إلى أن وصلت لوقتنا الحالي. وقتنا الحالي نحن عم نشوف في اهتمام أكبر، نظراً لأن الناس عم تشوف مصداقية علم الطاقة أو ما يقدمه علم الطاقة من أهمية وفائدة، إن كان على الصعيد الشخصي، على صعيد الأفراد، وإن كان على صعيد المجتمع ككل. لهيك منلاحظ أنه في توجه وفي إقبال بكل ما يتعلق من علوم الطاقة، إن كان طاقة المكان الفينغ شوي اللي هي مرتبطة بشكل مباشر بالأفراد والمكان الموجودة فيه الأفراد، وكيف نحن نكون نحسن من وضع المكان اللي نحن موجودين فيه لحتى نستقبل الطاقة الإيجابية بشكل أكبر. طيب أستاذ سمير، اليوم شو بيقول علم الطاقة عن العام الجديد؟ هل هو أفضل من العام اللي مر؟ هلا بداية بما انه بنحكي عن العام الجديد وان شاء الله هيك كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله العام القادم بيكون عام خير وعام سعادة وصحة للجميع يا رب. خلينا نبدأ ونقول بأنه الأقدار تأتي بالأقوال والأقوال تترجم أفعال. صحيح. بالتالي نحن قبل ما نحكي عن تفاصيل العام الجديد وشو بيحمل من طاقة، خلينا نركز على موضوع اللي هو أعمالنا وكيف نحن بنتصرف ونوايانا، إذا كنت أنا شخص إيجابي أو لا، إذا كنت أنا شخص سلبي أو لا. بالنتيجة أنا إذا كنت شخص سلبي أو أعمالي سلبية أو اتجاهي سلبي، فأنا ما بدي أتوقع الأفضل إن كان للعام القادم أو حتى للأعوام اللي بعده. كل ما كنت أنا شخص إيجابي بالمطلق بالتعامل بالعمل بطريقة مسيرتي بالحياة باتجاهي بالحياة، كل ما أنا بكون عم حقق خطوات أفضل وبشكل إيجابي عام بعد عام. هلا بالنسبة للعام الجديد اللي هو عام 2023، هو إجمالا أفضل بكثير من العام الحالي والعام السابق. نحن كلنا بنعرف إنه مرينا العام الحالي والعام الماضي هن كانوا أعوام متعبة مرهقة، وما مو بس على منطقة معينة أو بلد أو مكان، لا، هي كانت مرهقة تقريبا على الجميع. صحيح. يعني النتائج السلبية السينمات تودعنا لتخنقنا يعني هي مختلفة بالضبط. هدول العامين متعبة. عام 2022 والعام الماضي 2021 يمكن الأشهر الأخيرة من السنة بتكون دائما متعبة، هن من أكثر الأعوام اللي مرينا فيهم بتعب من كل النواحي. وبرجع بأكد هذا التعب يمكن نحن عم نشعر فيه أكثر كسوريين نتيجة للظروف اللي نحن عم نمر فيها، لكن لا، هذا التعب هو مجمل. يعني إذا منلاحظ كل بلدان العالم أو المناطق هي ما عم تكون عايشة ببحبوحة أو مرتاحة. بس خلينا نفائل الناس، يعني نحن عم نودع السنة ونستقبل سنة إن هذا العام رح يكون أفضل من العام السابق والعام اللي قبله، بس خلينا نحكي الأشهر الأكثر حظاً إذا فينا نحكي، وقديش رح تكون فيهم طاقة فعلياً إيجابية. بالضبط. هلأ الاستمرار على الوضع الحالي أو ممكن لا سمح الله يكون بعد فيه شوية عصا، هذا بيستمر حتى شهر 4 بس التحسن التحسن بيبدأ بعد شهر 4 مع بداية شهر 5. التحسن بيكون بشكل تدريجي وعلى جميع الأصعدة. هلأ بالنسبة للعام القادم إذا بدنا نعطيه اسم أو إذا بدنا نعطيه عنوان،
هو عام متعلق بالتكنولوجيا والعلوم والتطور. حنشهد خلال العام القادم تطور هائل جدا بهذا المجال، غير يلي نحن عم نسمع عنه او قريب انه يحدث، لا حيكون في امور جديده، وخصوصا بما يتعلق بالامور الصحيه المتعلقه بعلاج لامراض مستعصيه. طبعا هذا انا عم بحكيه بعد شهر 4 بتبلش هي النتائج، بتبلش هي الامور الايجابيه نحن نلمسها بشكل جدا ملحوظ. وايضا التحسن على الصعيد الاقتصادي، هذا من اهم الامور يلي بيهمنا كافراد أكيد. وكاشخاص حنبلش نحس بالتحسن على الصعيد الاقتصادي كمان ابتداء من شهر 5 حتى نهاية العام إن شاء الله. فنحن عمليا من هلأ حتى شهر 4 ونهاية شهر 4 بدنا نكون صبورين، بدنا نتحمل شوي، بدنا نتحلى بالطاقة الإيجابية أكثر والتفاؤل أكثر. بالنتيجة نحن كل ما كنا إيجابيين أكثر كل ما بتخف هي الضغوطات علينا. أنا دائما بذكر وبقول أحيانا في مواقيت بتعطينا حالة سلبية مثل حالة كسوف، حالة خسوف، حدث كوني إلى آخره، ممكن يعطينا حالة سلبية، لكن نحن كيف بنتجاوز هذا الأمر بإيجابيتنا؟ نحن كل ما كنا إيجابيين بتفكيرنا، بعملنا، بطريقة تعاملنا، كل ما بتكون هاي الأمور السلبية أقل وطأة وأقل تأثير علينا كأشخاص. طيب بداية حديثك حكيت عن الأشهر الجيدة اللي ممكن تكون إن شاء الله بالسنة الجديدة، كيف نحن اليوم نقدر نستغل هاي الفترة لصالحنا ونستفيد؟ بالضبط. هلأ بالنسبة نحن للشهور الإيجابية أو الشهور الجيدة اللي ممكن تفيدنا، فنحن كأشخاص ممكن نستفاد خلال هذا الفترة بطرق جديدة للتعامل، طرق جديدة لحتى نبني طريقنا ونبني نأسس حياتنا ونغير طريقة تفكيرنا. يعني مثل ما حكيت نحن مرينا بسنتين متعبين، هدول السنتين كانوا مرهقين جدا، فنحن لما منبلش نحس بالتحسن ونشهد هذا التحسن ونلاحظه على جميع الأصعدة، هذا بيعطينا دفع معنوي، هذا بيعطينا طاقة مضاعفة، تحفيز بشكل مضاعف حتى نحن نكون إيجابيين أكثر ونستمر بالعمل الناجح اللي عم نقوم فيه أو نبدأ بمشاريع جيدة ممكن تفيدنا على الصعيد العام. طيب خلينا نحكي عن الأشهر اللي هي يمكن أقل طاقة، يعني الطاقة في تكون فيهم أقل أو ضعيفة، كيف الشخص ممكن يقدر يتعامل معهم؟ يعني نحن عم نحاول نفائل الناس شوي، هلا الناس يمكن عم تقول إنه عم نحكي عن علم الطاقة وعن الحظوظ والناس ما أنا متحملة يمكن الوضع الاقتصادي والمعيشي، بس فعليا هو علم بحد ذاته. يعني فيني أنا نوعا ما بعض الأشياء اتفاداها ممكن تخفف من وطأة هي الطاقة السلبية علي. بالضبط. هلا انا بدي ابدا بمقوله نحن اذا بنلتزم فيها بنرتاح كثير كثير، واللي هي يعني رحم الله سعد الله والنوس لما قال نحن محكومون بالامل. نحن مهما كانت ظروفنا، نحن اذا فقدنا الامل فنحن لشو حياتنا، لشو لنستمر بالحياه. فنحن دائما لازم نكون متفائلين ومحكومين بالامل وعايشين على هذا الامل اولا. ثانياً نحن كل ما كنا مثل ما حكينا خلال الأشهر المتعبة أو الأشهر الأقل طاقة إيجابية اللي فيها بعض التأثيرات السلبية يلي ممكن ننزعج فيها بشكل عام، فنحن بدنا نحاول نتجاوز هاي المرحلة بطريقة برمجة العقل الباطن بالطريقة الإيجابية. يعني مثلاً المشكلة موجودة، هي المشكلة موجودة، بينما أنا أتعامل مع هاي المشكلة بعصبية وتوتر وخلاص أنا ما بقى فيني، أنا تعبت. طيب كيف الواحد يقدر يضبط حاله بهيك مواقف؟ بالتدريج، بالتعويد، يوم بعد يوم. هي مثل ما حكينا برمجة للعقل الباطن، إعادة هيكلة، إعادة برمجة لطريقة تعاملنا مع الأمور. مثل ما حكينا أنه في موضوع سلبي أو في مشكلة أنا صايرة معي، فأنا في عدة طرق لأتعامل معها. ممكن أن أتعامل معها بعصبية وتوتر، وهذا الشيء ما رح يجيب نتيجة، بالعكس رح يفاقم من المشكلة، ممكن تتوسع أكثر، أو ممكن أنا كمان أنحط بأمور سلبية أكثر أنا ما كنت عامل لها حساب، بينما أنا تعاملت معها بهدوء، بتفكير، بعقلانية، بطريقة إيجابية. أنا أنظر للكأس المليء، يعني الكأس المليء، مو النص المملوء من الكاسة، مو النص الفارغ. يعني كل ما أنا تعاملت بإيجابية وفكرت بهذا الموضوع كل ما أنا برتاح وبتجاوز هاي المرحلة بطريقة سلسة أكثر. يعني اليوم عم نحكي عن الطاقة، في كتير معتقدات بتقول مثلا إذا لبسنا لون معين إنه من هذا رح يكون منيح، إذا رافقنا شخص سلبي ممكن يأثر علينا هذا الشيء سلبيا، شو رأيك بهي المعتقدات؟ هل هي صحيحة اليوم موجودة؟ تماما، هي صحيحة 100%، ومثل ما حكينا هي متعلقة بالفينغ شوي، طاقة المكان.
طاقة المكان يلي بتحكي عن كل هاي التفاصيل، مثلا مثل انواع الاكل يلي ممكن نتناوله، وكمان ممكن يعطينا طاقة ايجابية. يعني هلا مثلا بيتزايا ايش تعطينا طاقة ايجابية؟ هلا بتغير المود كله. حتى اللبس، يعني مثلا بالاجواء الشتوية نحن كل ما كان لبسنا مائل للالوان الغامقة اللي هو مثلا اسود، كحلي، زيتي، رمادي، هاي الالوان بتعطي نوعا ما طاقة سلبية او خلينا نقول متوسطة. نفس الشيء بالصيف، كل ما كنا نحن لابسين ألوان فاتحة، ألوان مشرقة، ألوان مثل الأخضر، الأبيض، الأزرق، كمان بتعطينا نوع من البهجة، بتعطينا نوع من الطاقة الإيجابية. كل شيء بحياتنا له تأثير. هي أصلاً الطاقة موجودة بكل شيء بالكون، موجودة بكل ذرات الكون. نحن ما فينا نختصر الطاقة بأنها موجودة عند أفراد فقط أو أماكن فقط. الطاقة موجودة بكل مكان. نحن كل ما استغلينا هي الطاقة وعرفنا عنها أكثر وعرفنا نتعامل معها بشكل أكبر، كل ما هذا الشيء بيجيب لنا نتائج إيجابية لنا كأفراد، كأشخاص، وكمكان نحن متواجدين فيه. صحيح. طيب خلينا نحكي عن طاقة المكان. يعني أشرت لنقطة كتير مهمة، كل شيء له طاقة. إذا بنحكي عن طاقة المكان، وفعليا في ناس بتقلك مثلا هذا المكان برتاح فيه، هذا المكان بتلاقي أول ما فت عليه هيك حسيت نفسي ما كتير مرتاحة. طاقة المكان كيف بتأثر على الشخص؟ وين بتكون؟ إذا بنقول هي جزئيات للطاقة، بتكون كيف متوزعة؟ بالضبط، وهذا اللي عم نحكي عنه عن طاقة المكان. طاقة المكان لها أهمية كتير كبيرة من الناحية الإيجابية والسلبية. فرضاً أنا بدخل على مكان وبحس أنه أنا ما ارتحت أو هذا المكان ما له مريح، إذا بننتبه للتفاصيل، يعني إذا كان خبير طاقة أو مدرب وبيعرف به الأمور ودقق بالتفاصيل، فبيكتشف أنه في أمور بغير محلها. يعني طاقة المكان بترتكز فرضاً الأثاث كيف يتوزع، مكان ساعة الحائط، مكان الصور، نوعية الصور اللي ممكن تتعلق، الألوان، ألوان الحائط أو ألوان البلاط، هاي التفاصيل الصغيرة كلها لازم تكون موجودة بمحلها. كل ما كانت موجودة بمحلها، لأنه المنزل خلينا نفصل شوي، لما نقول محلها شو يعني مثل شو المكان؟ يعني لما نقول اللوحة لازم ما تكون على هذا الحيط أو هذا الحيط الطاقة مختلفة، وين يعني شو الاختلاف حتى اللي راح يكون؟ تماماً. هلأ بالنسبة للمكان، إن كان منزل أو محل أو مركز أو شركة أو شو ما كان هذا المكان، طبعاً هو مقسم إلى زوايا. هلأ هاي الزوايا بترمز، في زاوية هي تعتبر زاوية الثروة، في زاوية تعتبر زاوية الصحة، في زاوية ممكن تكون بنعتبرها بالزاوية الاجتماعية المرتبطة بالعلاقات الاجتماعية. فنحن على هذا الأساس، طبعاً شخص عادي ممكن ما يكون عنده إلمام بشكل كتير كبير، لكن نحن بالنسبة للأشخاص العاديين فينا نعطيهم تفاصيل صغيرة. على سبيل المثال، مثلاً أنا ما بصير أنا أخلي ساعة حائط بطاريتها خالصة وهي موجودة بمكانها. ممكن تعطي طاقة سلبية. هذا الأمر بيعطي طاقة سلبية بما يتعلق بالأحوال الشخصية. يعني إذا حدا عم ينتظر عمل، فممكن يتوقف هذا الأمر أو يتأجل كتير. صحيح. إذا حدا عم ينتظر مال، كمان ممكن يتوقف هذا الأمر أو يتأجل لفترات كبيرة. ساعة الحائط إذا ما كانت شغالة فهي بتعطي طاقة سلبية. نفس الأمر إذا بدنا نحكي مثلاً بالمطبخ، شيء تاني موضوع علاقة إنه يكون موجود النار جنب الماء، يعني لما بيكون فرن الغاز مثلاً موجود جنب المجلة أو حنفية المي، وجود النار جنب الماء بيعمل مشاكل سلبية بين أفراد الأسرة ذات نفسهم. يعني ممكن نلاقي الإخوات عم يتشاجروا، أو الأهل حتى لما يكون مفتوح يعني بيصير في خرافات إنه بح يصير شيء سلبي. هلا هي فعلياً ما أنا خرافات، موضوع المقص مفتوح أو درج ماله مسكر بشكل، أو الحمام بالليل أو هاي الأمور، درج ماله مسكر مزبوط، باب ماله مسكر مزبوط. باختصار حتى تكون فكرة واضحة وبسيطة لجميع المشاهدين، أي شيء مانو بمكانه الصح أو مانو يعني مثل لما بنقول كاسة مكسورة أو فنجان مشعور، أي شيء هو بالنتيجة مانو صحيح 100% فبيؤدي لطاقة سلبية. فنحن هاي التفاصيل الصغيرة كل ما انتبهنا لها، كل ما بنلاحظ أنه دخولنا للمكان بيعطينا طاقة إيجابية، بيعطينا بهجة، بيحسسنا بانتعاش مجرد دخولنا لهذا المكان. لهيك يمكن بنشوف أغلب البيوت فيها عرق أخضر، يعني إحنا البيوت السورية أو الدمشقية بتلاقي دائما فيها زريعة، بتلاقي الزريعة بالبيت حلوة، اللون الأخضر حلو، بتعطيه
طاقة إيجابية إذا بنربط الطاقة ولا ما لها علاقة؟ هي النباتات من أهم الأمور المتعلقة بطاقة المكان يلي بتعطينا طاقة إيجابية. يعني نحن إذا بدنا نعطي ترتيب لأكثر الأمور يلي ممكن نحن ندخلها لبيوتنا وتعطينا طاقة إيجابية أو تضاعف كمية الطاقة الإيجابية، خلينا نقول أولاً النباتات بكافة أنواعها عدا الصباريات. فقط الصباريات هي بتعطي طاقه سلبيه. هلا في اشخاص بتعطي طاقه سلبيه، في ناس بتقول لك انا بجيب الصبار بتسحب الطاقه السلبيه. لا، الصباريات هي بتبث الطاقه السلبيه. هلا نحن فينا اذا عندنا بلكون او مشرقه، المهم خارج الغرف، يعني ممكن اذا حدا مهتم يحط نوع من الصباريات، لكن داخل المكان او داخل المنزل فاي نوع من انواع النباتات عدا الصباريات او الشوكيات بشكل عام، يعني اي نبته لها شوك. بالدرجه الثانيه الحيوانات، حتى الحيوانات فهن على درجات، في حيوان مثلا بيعطي طاقه ايجابيه. يعني المشي أكثر كمان بالطبيعه قديش بيعطي هيك طاقه ايجابيه؟ المشي بالطبيعه وحتى المشي حفاظ كمان. يعني اذا بدنا نحكي عن المشي، المشي حفاظ على التراب، على الرمل، بيعزز الطاقه الايجابيه بالجسم، وحتى بيسحب السموم، مو بس بيسحب السلبيات، حتى بيسحب السموم من الجسم. من اهم الحيوانات، وهذا شيء مهم نحكي عنه لانه كثير من الناس بيحبوا يربوا حيوانات عندهم. صحيح. بالبيت أهم الحيوانات اللي بتعطي الطاقة الإيجابية رقم واحد الأسماك. يعني حط سمك صغير هيك فيه سمكتين ثلاثة، ما بتتخيلوا قديش بيعطي بهجة، بيعطي طاقة إيجابية للمكان الموجود فيه. رقم اثنين القطط. كمان وجود قطة بالمنزل، في شيء سلبي بوجود القطة يعني. الحيوانات بشكل عام هي بتسحب الطاقة السلبية. الحيوانات بشكل عام هي بتسحب الطاقة السلبية، ابدا ما بتبث طاقة سلبية. بس مثل ما حكينا بتختلف يعني، رقم واحد الاسماك، رقم اثنين القطط، وبعدين بتتدرج باقي الحيوانات. يعني قلنا الخضار والحيوانات، وشو كمان ممكن؟ النباتات والحيوانات وتعزيز وجود المرايا بالمنزل. وجود المرايا كمان بيعطي طاقة إيجابية، واماكن وجود المرايا. نرجع لموضوع توزيع حسب طاقة المكان. أماكن وجود المرايا، إذا كانت المرايا موجودة بمكان صح بأعداد صحيحة، ما يكون عدد المرايا كتير كبير وما يكون مرايا صغيرة. يعني مثلا بالنسبة للمرايا، على ذكر التفاصيل الصغيرة، المراية كل ما كانت بيضوية أو دائرية بتكون تعطي طاقة إيجابية أكبر. حتى شكل المراية كمان طبعاً تعطي طاقة إيجابية أكبر من أن تكون دائرية في زوايا، في زوايا أو حادة. أكيد. بالختام نتشكرك خبير علم الطاقة على وجودك معنا سمير هادي. نتمنى يا رب سنة 2023 تحملنا كل الطاقة الإيجابية، وتكون سنة خير ومحبة لكل الناس، وهي السنة تأخذ معها كل الأشياء السلبية وأوجاع الناس كلها يا رب، وتنفرج على الكل. شكرا كثير لك. إن شاء الله. أول شيء الله يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله العام القادم بيكون عام سعيد للجميع يا رب. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك.